راح نكشف في هذا الفيديو تناقض وكذب كالعادة من الوهابية وبالدليل القاطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية. ابن خزيمة يذهب للإمام الرضا للبقعة التي دفن بها الإمام الرضا ويناجي رب العالمين، بل ابن خزيمة يعظم البقعة، بقعة الإمام الرضا وقبر الإمام الرضا والمكان الذي دفن به الإمام الرضا. بالله عليكم ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ إذن هناك اعتقاد لابن خزيمة بالإمام الرضا بأنه إذا دعا أو إذا دعا الله عز وجل هناك فيحصل على ما يريد ويحصل على مراده. بهذا القدر الوهابي يكذب ويقول ويناقض نفسه. راح نترككم كلام للفوزان وكلام للدمشقية، حيث يقول الأول أنه هو يذهب هناك ليدعو لصاحب القبر وأيضا يدعو الله في تلك البقعة. إذا هو ليش متعب روحه؟ سؤال قبل أن نستعرض الكلام، هو ليش إذا كان الله في كل مكان لماذا يذهب ابن خزيمة لبقعة دفن بها الإمام الرضا يدعو الله في مكانه؟ لماذا خص هذا المكان؟ هذا هو سؤال منطقي، نستمع إلى التناقض الغريب والعجيب والمحتاد كالعادة من الوهابية، وعدها نرجع بتعقيب جدا جدا مختصر، فخليكم مع الفيديو. الإمام ابن خزيمة وهو من كبار علمائكم والحفاظ والحجة الفقيه شيخ الإسلام وهذه الألقاب الكبيرة، ماذا فعل؟ يقول ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب أن الشيخ أو العالم ابن خزيمة ذهب هو وجماعة إلى قبر الإمام علي بن موسى الرضي. ممتاز ممتاز. فرأيت من تعظيمه يعني لابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا. العلماء لم يفهموا أن ذلك ممتاز ممتاز. هذه رواية صحيحة، سنتوقف عندها. تفضل شيخي، يعني ماذا فهمت من هذا القول؟ هل تضرع للقبر أم أنه دعا لصاحب القبر؟ هل دعا صاحب القبر أم دعا لصاحب القبر؟ الرواية أنا أذكرها، نعم، وفيها أنه كان يدعو عند القبر. نعم. الآن هذه ما لها علاقة بموضوعنا أبدا، لأنها دعاء رب العالمين عند القبر، مش دعاء صاحب القبر إذا كان النص عنده. المتصل السابق أبو زيد، وهي المتعلقة بزيارة قبر الإمام الرضا أو غيره. فدعني أقرأ عليك ما ورد. هناك روايتان في هذا الباب، فمن هاتين الروايتين يقول: والعجيب أيضا ما يذكره ابن حبان في الثقات في ترجمة علي بن موسى الرضا، قال، يعني هذا نقل، وقبره بسناء، مش عارف فين قد زرته مرارا بفرتنا. نعم زرته مرارا كثيرة، وما حل بي شدة في وقت مش عارف كذا، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، ودعوت الله إزالته. يعني هو ذهب إلى قبر الإمام الرضا ودعا الله. هذا ما قلت له. يعني هي هنا القضية، هنا الشاهد. هل ذهب إلى قبر الإمام الرضا ودعا؟ جزاكم الله. يقول السائل: هل يجوز زيارة القبور للدعاء فقط؟ ايش الدعاء؟ دعاء للميت، نعم، تدعو لي تزور لي تسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة، طيب. اما تزورها لتدعو لك لنفسك عندها وتظن ان هذا سبب لإجابة الدعاء، هذا بدعة وسيلة الى الشرك. نعم. الرواية أنا أذكرها، نعم، وفيها أنه كان يدعو عند القبر. نعم. الآن هذه ما لها علاقة بموضوعنا أبدا، لأنها دعاء رب العالمين عند القبر. ما تزورها لتدعو لك لنفسك عندها وتظن أن هذا سبب لإجابة الدعاء، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. يعني هو ذهب إلى قبر الإمام الرضا ودعا الله. هذا ما قلت له. ما تزورها لتدعو لك لنفسك عندها وتظن ان هذا سبب لإجابة الدعاء، هذا بدعة وسيلة الى الشرك. نعم.
طبعا غيرت كلام لصالح الفوزان، غيرت كلام صالح الفوزان بمعنى انه بدلت بعض من يعني موجات الصوت، وخليته شوي متغير بخصوص حقوق الطبع والنشر. اي شخص يريد يتاكد من كلام صالح الفوزان فقط يراسلني، وان شاء الله راح ابث له المقطع الفيديو كامل بصوت صالح الفوزان. اذا تناقض بتناقض بتناقض وايضا تناقض، حيث يقول الدمشقيه، انا بغض النظر هسه الفوزان يقول هو شرك، هو شرك، هسه بغض النظر هذا مجرد تناقض مع الدمشقيه، لكن اللي خبرني ان الدمشقيه يقول هو يذهب هناك لكي يدعو الله. هو ليش رايح؟ سؤال يا دمشقيه، هو ليش رايح اصلا لهناك؟ بغض النظر عن تدليسات اسامه خضر، او نعم اسامه خضر دلس وبتر وحاول ان لا يقرا مساله التعظيم لبقعه الامام الرضا التي كان يقول بها ابن خزيمة، والتي كان يقوم بها عمليا هذه البقعة المباركة عند ابن خزيمة وتناقضات الوهابية. مستمرة وفي أمان الله.